مرحبا شباب، تحياتنا لكل متابعينا من خلال قناتنا على اليوتيوب، قناة علي الصياد المكتوب باللغة الإنجليزية، وعلى الفيسبوك من خلال البيج بلابل العلاوي علي الصياد. أصدقائي وأعزائي، هذا المقطع الثاني للبلابل الأليفة اللي طلقناها البارحة بالقفص حتى نتابع سلوكه من خلف الزجاج المظلل مثل ما تلاحظون، حتى نحصل على سلوك طبيعي 100% بدون أي تأثير على الطيور. البارحة مثل ما لاحظتوا الفحل اللي سيطر على المجثم الفوق اللي هسه هو على الجهة اليسرى، هذا الفحل الخشن سيطر على المجثم الفوق. طبعا مثل ما تلاحظون، شوفوا السيطرة مالته دي يمنع اي بلبل يصعد فوق، هنا دي يحاول يتودد لهاي النثية اللي اخذت هذا المكان من البارحة. طبعا هي هاي النثية اللي على اليمين اللي اخذت هذا المكان، فيحاول بدا يتودد. طبعا مجرد ان ينزل يجي هذا الفحل اللي تقريبا بحجمه او شوية اقل، رأسا يجي ياخذ مكانه. هذا الفحل الثالث هم نفس الحالة، هم يصعد فوق. يعني هذا البلبل اللي مسيطر منع هاي البلابل كلها تصعد فوق، فبمجرد نزوله البلابل كلها تصعد بمكانه. الفحول طبعا حتى يوصلون للأعلى نقطة، حتى يوصلون للعش، حتى يحاولون يعجبون النثاية الموجودة اللي هن نشيتين. مثل ما تلاحظون رجع هذا الفحل اللي مسيطر، تقدرون تميزون هذا الشيء من الحجم مالته. شوف بدون اي عرق ولا اي شيء، رأسا الفحل الثاني نزل لان هذا مسيطر عليهن بسبب ضخامته وبسبب قوته. فحتى تشوفون انه دا يغرد بالقفص والبقية وياه، وهذا دليل على انه سيطرته وهو اقوى واحد بيهن. هنا التجربة صحيح قصيرة واحنا قلنا مسويها قبل، بس حبيت اثبتها لكم عمليا انه البلابل اكثر من اثنين ما ينشحن بالقفص. شوفوا مثل ما تلاحظون يحاول يبعده من يم هاي النثية اللي هو يحاول يتودد الها. هسه راح هم يصعد له، يصعد فوق حتى يوخره. طبعا الفحل يحاول يلقفد شغلات للتعشيش مثل ما شفتوا، هذا الزرع يحاول يبني بها ايش. طبعا هسه نزل للأكل، راح يصعد البقية. شوف هذا هو اللي شوف يعني مجرد اي روح على الأكل ينهزم من عنده، يصعد فوق ينهزم من عنده الفحل. هاي النثية الأخ نزل جوا، هاي هذا هو الفحل المسيطر نزل جوا امهن. هذا عندنا الفحل، وهذا الفحل الثاني مثل ما تلاحظون مجرد انه ينزل ياخذون مكانه، بس من راح يصعد راح ينهزمون من يمه. اذا هنا الخلاصة انه اكثر من زوج بالقفص ما ينجحن نهائيا. يعني هسه انا اليوم ثاني يوم، واليوم الصبح طبعا صارت مشاكل، لقيت نتفريش صاير بيناتهن. شوفوا ما ينجح اكثر من زوج نهائيا، وهسه راح ابدي افرد بيهن. ان شاء الله استفاديتوا من الفيديو، وتحياتنا لكم.